مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج عزبتي، حيث نستضيف في هذا اليوم أحد أهم ملاك ومضمرين الهجن في الخليج وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، الملقب بقلب الأسد محمد بن حسن بن ثيم العامري. معنا في هذه الحلقة ضيف عزيز أتى للمشاركة في ميدان الشيحانية، وننتهز هذه الفرصة لنلتقي بقلب الأسد الإماراتي. محمد، سؤال دائما نسأل ضيوفنا الأعزاء اللي نستضيفهم في هذا البرنامج، متى كانت البدايات في سباقة الهجن؟ والله البداية على يد المغفور الوالد الشيخ زايد بن سلطان نهيان في بداية نص السبعينات، بدأ الركض من هذاك الوقت بالدعم والتطور حتى ما نحن عليه لا بدينا في بداية الدور، في بداية الدور اللي كانت الدور مختلفة عن الدور الحالية، ولكن نحن الدور السابقة بالنسبة للأرضية وبالنسبة للتجهيز ما كان في الوضع الحالي في بداياته. في بداياته نعم. نعم، لكن أنت عشت يعني حضرت قبل إنشاء الدور اللي هي الحديد الآن الموجود في أو البلاستيك الموجود في دول الخليج. نعم، إحنا إحنا جينا في كان يسوون بند، يسوون بند ويركضون في بنود في الرئيسات تقريبا الخارجية، لكن أنشأ رئيس الوثبة تقريبا في السبعينات، في نص السبعينات، وفي بداية الثمانينات بدأت تطور الرئيسات اللي منها عليها أحسن حتى اليوم. نعم، كيف تشوف الفرق يا محمد بين السابق والحاضر؟ والله دائما كل شغلة تطور بالجيل اللي يطلع ومفاهيم الناس وتطور الحلال وتحسين السلالة، الركض تطور كثير وتقوى واختلفت علينا الركض والتوقيتات، وهذا كله من وضع يد الحكومات فيه وعلى ما هم يبغون يوصلونه، والركض وصل إلى قمة وإلى مستويات عالية جدا. نعم محمد، دائما العزبة تعتمد في ثلاث أشياء على قوتها أو على وجود العزبة، على المشترى، على الودايع، وعلى الإنتاج. أنت إيش تعتمد عليه من هاي الثلاث؟ العزبة زي ما ذكرت صحيح تعتمد على المشترى والتركيز في المشترى، وتعتمد على الإدارة الصحيحة، إدارة الحلال من تغذية ومن تدريب ومن علاج للناقة تكون في صحة جاهزة للسباق. وطبعا مفاهيم الناس مختلفة، ولكن بالنسبة للتنظيم الركض أقول لك يمكن 80% أو 90% أو 70% إذا أنا ما بخطئ في الكلام متقاربين في التدريب وفي التغذية، ولكن هناك تختلف الناقة من الأخرى ويختلف دعم العزبة. فيه عزبة مدعومة بهجن، ومدعومة بيد عاملة، ومدعومة بمدربين للهجن، فتلقى دائما هذه العزبة متفوقة ودائما حليف السبق والناموس. نعم، أنت تعتمد على المشترى محمد ولا على الإنتاج ولا على الودايع؟ والله أنا معتمد على المشترى، ولكن الدعم دائما الإنتاج قليل، يعني مهما إنسان وضع إلى الإنتاج، الإنتاج مو زي المشترى. المشترى أنت تأخذ ناقة جاهزة تأخذها اليوم وممكن بعد 4 أيام 5 أيام تدخلها في المضمار وتركضها، أما الإنتاج يبقى له فترة طويلة حتى تجهز الناقة وتجيك هذا للركض. محمد، سؤال سألتك قبل كم يوم في لقاء مع الفائزين، ونحب نعيد السؤال اللي يتابعون إخوانا المشاهدين، سر تسميتك بقلب الأسد؟ والله هذا الاسم يعجبني إذا أنا أركض قدام، وإذا أنا وراء ما أحبه، وهذا الاسم من أخوان محبين يقولوا لي أنت كنت تحب الأشواط الأولية وأنت ما تخاف منها. ولا طبعا هذا الكلام أنا أقول على كل مضمر اللي عنده الناقة توصل في الشوط الأول أنه يحب يركض في الشوط الأول.
إذا رحب فيك محمد بن حسن بثيمة في العزبة ومشاهدينا الكرام. الله يرحبكم ويرحبكم في عزبتنا ويا مرحبا بكم. نعم محمد، أهم مقومات العزبة الذلول السوق. نعم صحيح. نعم كم ذلول موجود عندك في العزبة؟ والله تقريبا الهجن كلها حدود 40. نعم. والسبق اللي قدرنا نشارك فيها في حدود 14-15 ناقة. نعم محمد، يا ليت نشوف احنا ومشاهدين موقع الأبرقة الهجن الموجود نتعرف عليها. تفضل. محمد ذكرت لي ان الهجن اللي اتيت بها القطر يمكن ما يقارب 15 تقريبا. نعم. ومستعدين ان شاء الله بالمشاركة والتوفيق عند رب العالمين. نعم محمد، ايش اهم الهجن الموجودة في العزبة؟ والله عندنا بكرة القية. نعم. هذه نسميها الظفرة. نعم. سابقة حقه. نعم. ولقية عندها سبق مرتين في الأشواط الأولية، الشوط الأول في المأموم والشوط الأول في الوثبة. نعم. وش سلالتها؟ سلالتها بنت يبار وأمها بنت شاهين لمح بصر نسميه. نعم. وعندنا لقية ثانية بنت يبار. نعم. العام جاي ثانية على الرمز. على رمز الحقائق في الوثبة. أيوة. والسنة عندها حوالي 3 مراكز كل سبق. نعم. وعندنا الناقة حايل. نعم. نسميها فن. نعم. عندها رصيد سيارتين. نعم. وبنشارك بها إن شاء الله في الأشواط الرئيسية في المؤسس. هذه فن، وش سلالتها فن؟ سن بنت سراب، ولد سراب يسمونه بعير بن شهوان. وأمها بنت صوغان الشيبة مسافري. نعم. أهم العوامل والأسباب اللي تعرقل مالك الذلول ونقول يعني تخربط أوراق مالك العزبة هي الإصابات، وأنا أشوف الهجن أغلبها فيها إصابات. صحيح. نعم الهجن الهجن عندها فترة موسم. نعم. اي ناقه تتعرقل في هذا الموسم صعب اعادتها للركض. نعم. حتى بعد فتره، واذا الذلول هذه في هذا الموسم توفقت. نعم. يكون اداها يكون كل ما عندها وصحتها هي اهم حاجه في الركض. نعم. بعض الملاك يقول لك العلاج بالكي ممكن ينوب عنه العلاجات والعقاقير الموجوده في الصيدليات. فيها امراض فعلا الكلام هذا سليم، ولكن فيها امراض الضلع. وهذا الضلع يجي ضلع عضلي في أعصاب الناقة، إذا ما انكوى ما يصح. وفي ضلع مفاصل إذا ما انكوى ما يصح. لكن في أمراض باطنية للناقة ممكن بالعلاجات وبالعقاقير أنها تصح فعلا، أما الأمراض اللي تدعي للوسم لابد منها. نعم. الأمور اللي تحتاج الوسم مثل إيش؟ اي ضلع مفصل. نعم. واي ضلع عصب. نعم. انت تعرف المطيه تحتاج كي من خلال نزول مستواها ولا من خلال الاشارات الواضحه مثل الضلع؟ لا تبين اشارات الضلع وتتوسم الناقه وتصح، وبعدين تعيد تنظيمها للركض. اما الناقه اللي ما فيها دلائل او ما فيها بيان للمرض ما في احتاج للوسم. بالثيمة انطلق، بالثيمة انطلق مع سراب، سراب انطلق إلى مقدمة الشوط، سراب مع هذا التحدي وأهالي العين، أهالي العين هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع سراب ينطلقون يتابعون سراب محمد بن حسن بالثيمة العامري. شوفوا المركز الثاني، شوفوا الحنيش عبيد بن حمد مظهير مع المركز الثاني، واللحظات الحاسمة حسمها شعار بالثيمة، تهانينا والناموس. محمد يعني من مكونات العزبة ذكرنا في مقدمتنا الانتاج، فانت تمرح يعني الدور الاكبر للبعير ولا للناقة؟ والله كلهن مهمات. نعم. الناقة مهمة والبعير مهم. وفي بعض اكتشفوا الناس في التهجين ان في ناقة تمرحها البعير وتجيب ناقة كويسة، وتمرحها لبعير مختلف ودي ناقة مستواها في الركض أقل. ففي سلالات الحين في الدراسات أنها تطبق على سلالة معينة أكثر من السلالة الأخرى.
نعم. انت كم تعطي نسبه الانتاج للبعير والناقه اكثر؟ اعطي سلاله الناقه اكثر. الناقه نعم اعطيها تقريبا 60%. نعم. واعطي البعير 40%. نعم. ولكن اذا كانت الناقه اكثر ممكن تجيب لها حي الله بعير وتجيب لنا سبق، ولكن ليش دائما يمرحون حق الفحول المنتجه ويقول لك هذا ولد فلان وهذه عيال فلان انتجت اكثر؟ لا بس انت الركض يعني اذا ينقصه 5% الناقه بدل الاول تاخذ 20. يعني انت الركض ما يتحمل تنقيص كثير. انت لما تقول الركض الناقه 60%، 60% هذه الناقه ما تجيب رقم فيه، لكن يجيها البعير ويكمل 40%، فال 40% يوصلها لغايه السبك. لكن انت الناقه اذا الناقه تعطيها 90% يمكن ما تجيب رقم. فدائما الركض من جانب القوه، دائما الناقه اللي تستخدم الركض لازم تكون قويه حتى انتهاء الشوط. فالناقه سواء يخلها التدريب، يخلها طال عمرك الاصل، يخلها طال عمرك المرض، يخلها طال عمرك التغذيه. اذا اعطيت ناقه تغذيه مختلفه عن الاخرى في مده اسبوعين يمكن ما تحصل النتيجه الطيبه منها. اذا هذه الناقه تدربت وتاقلمت وتعودت على برنامجها. فالسلاله الناقه مهمه جدا، لان الناقه بنت السبوك تي سبوك دائما. حتى لو البعير نسبته يعني نقول عادي بعير عادي، حتى لو البعير مو مش عادي، العادي ما يبذر، لكن في السبوق ما يبذر. البعير العادي يبذر لكن تكون انتاجته مش نفس اقل، مش نفس الناقه اللي مش نفس البعير اللي سلالته منتج وطيب. بعدين الناقه دائما تعطي بنتة حتى الشكل، البذر لما يطيح ياخذ من امه اكثر من ابوه. غالبا 10% من الفحول اللي تاخذ عيالها، لكن اكثر وخاصه التهجين. احنا التهجين خذوا من الحلال، لكن في البدايه كنا لما ننوخ البوش المحليات اكثر تاخذ من امه. محمد راح نرجع لحديثنا، لكن حدثنا عن الدلول هذه اللي انضمت الينا في هذه اللحظات. هذه حقه ركضناها في مرمو وسبقت ما شاء الله، هي ودها تشاركنا في الحديث. نعم. وركضناها في رئيس الطي وسبقت. نعم. ركضناها في سوحان وكسرت التيب. نعم. ومن افضل الحقائق عندنا. نعم. في عزبتنا. نعم. محمد راح اسالك سؤال او اسالها الحين قبل ما انسى، اغلى مطيه واحب عندك في عزبه وشي؟ هذه البكره. هاي البكره ماشي. نعم. الضبي. احنا نسميها شقره احنا. الحلال دايم شقره ولا الضبي؟ انا اسمعك قبل شيء تقول جيب الضبي. لا شقره، هذه البكره اسمها شقره. والحلالتها سلالتها من سلالات مصيحان. بعير المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه. البكره اللي تسبق دائما غاليه عند راعيها. نعم. محمد الهجن كم تعطيها من وقتك؟ يعني حد يعطيها نص الوقت ويعطي العيال نص الوقت، ام العيال نص الوقت، وحد يعطي الهجن يعني 90% من وقته، حد يعطي الهجن كل وقته. انت كم تعطي الهجن؟ والله اني دائما ارتاح عند الهجن. نعم. ارتاح في تدريبها وارتاح في تفحيمها وارتاح. نعم. في ركضها. واذا الله عطاك وحصلت السبوق. نعم. انت تعطي وقتك كله للهجن. نعم. لا لكن رغم ذلك محمد الهجن ايضا لها تكاليف ولها خسائر ولها. والله الهاوي الركض ما يحس بالخساره ابدا. نعم. اما اللي مسوي هجن للتجاره لا، هو من يبدا عنده اي عرقله يبدا يتعب. هل انت كم مطيه في العزبه الان موجوده؟ شوف احمد العزبه فر بالكاميرا حوالي 25. حوالي 25 مطيه؟ نعم. يعني في اسنان متقاربه يعني حقائق عدد ولا لقايا ولا جدا؟ نعم. حقائق عندنا حوالي 10. نعم. ولقايا حوالي 8. نعم. والكبار حوالي 10. زين خلينا نمسك الحقائق اللي عددها 10، نقول اكثر فئه موجوده في العزبه. هل تدريب الحقائق هذه وطعامها وعلفها نفس الشيء؟ تدريبها نفس الشيء لكن طبيعتها مختلفة. في ناقة زي ما قلت تحب التعب وفي ناقة تحب الراحة، ولكن ما في وضع عن المهجنة. ممكن تكون طبع المهجنة 70% تحب مثلا التعب و 50% تحب الراحة، لكن عن ثنتين بوش مهجنات ممكن مختلفات عن الأخرى.
مختلفات في الطعام، مختلفات في الطعام، مختلفات في الأدوية، مختلفات في التدريب، مختلفات في أداء الركض. الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الحلال ما خلق نفس الشيء. والذكاء في مدرب الهجن اللي يعرف نفسية ذلولة. يعني الإنسان اللي يتفوق الإنسان عن الآخر لما تعرف هذه ذلولك شو تحب وشو تكره. أما في ناس يدربون الهجن اللي ما يعرف ذلوله، أنا أقول تدريبه لابد بعده عنده قصور. أنت إنتاجك واجد ولا شوي محمد؟ والله إنتاجي متوسط تقريبا في السنة، إنتاج لي حوالي 30-25، يعني عدد كبير نقول تقريبا. لكن ما فكرت إنك تجيب بعير من إنتاجك أخت السابق أم السابق وتفحله؟ عندي أنا حوالي 4 زمول أفحلها. أنت اللي مفحلها؟ القعود اللي سبق سراب إنتاج. الإنتاج أمه وأبوه عندي. أمه وأبوه عندي، أمه بنت سلود وأبوه سراب بعيري. زين سراب أنت فحلت على وش؟ فحلته أبوه سراب الشيبة، وأمه أخته من الأم سبوق. اشترى الشيخ خليفة ب1,600,000. وصلنا خير، هذا اللي احنا نسأل عنه مشاهدينا الأعزاء. أنت فحلت سراب ولا سراب الشيبة؟ هو أخته من أمه سابق. هو بيده كيف ركضه؟ ونعم سبوق. سبوق ولا زين؟ سبوق. أسبق هو ولا سراب ولده اللي سبق أمس؟ أسبق سراب. أسبق سراب. أسبق سراب صغير. يعني أنت فحلته على أخته؟ على أصله. مو على ركضه هو؟ لا على أصله وعلى أخته. وجاب سبق؟ جاب سبق نعم. يعني وعنده وله بكرة في الحقائق سبقت باعها بن سبت بنته. نعم بنت سراب بعير. بنت سراب بعير نعم. إذا الحين هذا هو السؤال اللي إحنا نسأله يا محمد، هل البعير إذا كانت أخته السابق وأخوه سابق من الأم وأبوه منتج أو أبوه طيب، هل ممكن إحنا نفحله وهو مو بسبق يعني سبق متوسط ممكن؟ لا. وأنت الحين إحنا أنا قبل شوي قلت لك إذا أنت لقيت لك بعير منتج أنت تنوخ له بدل بعير أنت تقول أخته وأمه. الحين أنا البعير هذا تتكلم فيه هذا بعير منتج خلاص أنتج، فما دام البعير أنتج تتوقع منه أن ينتج، فأصبحت المشكلة مشكلة الناقة. إذا البعير أنتج سبوق ونوخت الناقة ما جابت سبوق، المشكلة ما هي مشكلة البعير، المشكلة مشكلة الناقة اللي أنت نوخت للبعير ما تنتج. فالناقة ممكن تنتج من بعير معين وتختلف من بعير آخر. سبحان الله يقول لك كل فصيلة من الهجن تطبق على فصيلة معينة أكثر، وهذه في النهاية رزاق. نعم. وتوافيك والحلال تشوف الناقة هذه رزق رعيها. نعم. ناقة عندك يكون مستواها في الركض بسيط يأخذها الثاني تتفوق وتركض في جهة أسبق، يبدأ هنا الحظ يدور وصحة الناقة تدور. صح. والحلال طيب وعطايا الله ومن تعلقها حصل خير. نعم. محمد في ختام هذا اللقاء شو تقول للشباب الناشئين اللي يحبون يسوون عزب ركاب ولا اللي مسوين توهم مبتدين ولا اللي مو موجودين ونقدر نقول بعضهم متحطم محقق نتائج طيبة، ايش رسالتك لملاك الهجن بحكم انك احد مؤسسين السباقات؟ الكلمة اللي وجهها للشباب أن الهجن تراث هنا والهجن بيئة نظيفة. أنا ما أقول للشباب اللي الدولة تطلب منهم واجباتها أهم، لا الدولة واجبها أهم من التراث ومن الهجن، وأقول أنهم يتمسكون بهذه العادة والعادة طيبة وتبعدك من كل المقازي السيئة وتبعدك من الافكار المجمعات اللي قاعد المجمعات الفاشله والاسواق اللي يتسكعون فيها. بيئه الهجن بيئه طيبه والسفارات. اما الناس اللي ما نجح لازم يقعد ويفكر شو المشكله، يغير البرنامج يشوف شو المشكله اللي حاصله عنده ويحل مشكلته وبيستمر. نعم. محمد في ختام هذا اللقاء شو تحب تقول انت لموقع الابرقه لمشاهدينك في الابرقه؟ اشكر الابرقه على موقع الابرقه على هذا الدعم وهذا جزاهم الله خير، واحنا نشكر دائما كل محطه وكل موقع وكل وسائل اعلام يدعم الركض وهو خلف الركض، ونقول الله يوفقكم ونطلب لكم المزيد من التوفيق. احنا نقول جعل فالك الناموس ان شاء الله انت مقبل على مراحل مهمه في السباقات القادمه، ونقول جعل فالك الناموس وسعداء بوجودك معنا ونتمنى لك التوفيق الدائم والمستمر والصحه والعافيه. مرحبا.